جمهورنا الكريم، كما عودناكم دائما أن نلتقي معكم من كل يوم ثلاثاء وضمن برنامج نوافذ التربوية لنسلط الأضواء على عمل وآلية المديرية العامة للتربية صلاح الدين ضمن مشروعها التربوي الهادف للارتقاء بمستوى البلدان المتقدمة نحو جيل يخدم هذا البلد. اليوم تحديدا لقائي سيكون مع تربوية، أو ربما لقائي اليوم سيكون مميز مختلفاً تماماً. فهذه التربوية هي ترأس مؤسسة الرغد الأهلية في مديرية التربية صلاح الدين المختلطة، وكذلك هي مدربة المركز البريطاني فرع صلاح الدين. لديها عدة اشتغالات ومناصب. اليوم سنتعرف من خلال هذا البرنامج على طبيعة عمل الست زينب نبيل وضمن برنامج نوافذ تربوية. أهلا وسهلا سيد زينب. أهلا وسهلا بك. سيد زينب، اليوم حضرتك أنت مدربة. نعم. وترأسين مؤسسة أهلية في مديرية التربية صلاح الدين تحديدا في مدينة سامراء. الحمد لله. لكن أنت مدربة في المركز البريطاني على عدة مدارس أهلية في عموم التربية صلاح الدين، لا سيما عندك مشروع أيضا في قضاء تكريت. الحمد لله، يعني كان مؤخرا تكريت إن شاء الله. سيد زينب، أنت مهتمة بشؤون برامج الإثرائية. نعم. ممكن تحدثينا عن هذا البرنامج الإثرائي؟ خصوص البرامج الإثرائية، أعتقد أن البرامج الإثرائية شيء ضروري للطفل حاليا حتى يتمكن من المناهج الحكومية، يعني هو داعم للمناهج الحكومية. فأعتقد أنه كل برنامج له خاصية تدعم الطفل بميزات إضافية جديدة تساعده على أنه إكمال المناهج الدراسية والتفوق عليها وتنمية قدراته الذهنية. فعندنا البرامج الإثرائية اللي أنا اهتميت بها، خصوصا اللي هي احنا عندنا يعاني الطفل من الرياضيات واللغة الإنجليزية، وهي تحديدا هي هاي الضروريات عندنا بحسب المراحل الابتدائية. فبرنامج الحساب الذهني اللي هو المنتال ماث، الحساب الذهني يدعم العمليات الحسابية اللي هي الطرح والجمع والقسمة والضرب، يوصل للجذور التربيعية والتكعيبية بمستويات ليفلات. هذا ينمي قدراته بعيدا عن الدراسة التقليدية انه الطفل اللي حد هسه عمر 14 سنوات تنطي مثلا رقم 6 زائد 5 يطلع اصابع او يجمع. فهذا لا، هذا يغني، هذا برنامج يسموه سرعة ودقة، بحيث يوصل الطفل يجمع 10 ارقام اذا اكثر من 10 ارقام خلال ثواني، ينطيك النتيجة خلال ثواني. طبعا كل ما كثرة التدريب وكثرة العمل على الآلة الأباكس، يترك الطفل بعدين الآلة الأباكس يقوم يتخيلها ذهنيا، يتخيل الآلة لكن ينطيك الناتج ذهنيا. ست زينب، يعني هذا الموضوع أنتم محصلين بموافقات وزارة، نعم، التربية، وزارة التربية، نعم، أن يدخل هذا البرنامج الإثرائي ضمن المدارس الأهلية حصرا، يعني أكيد أي ضمن المدارس الأهلية بالضبط كخطوة أولى. طبعا أكيد، يعني وزارة التربية خلت المناهج هاي حصرا للمدارس الأهلية. ليش؟ لأن هاي برامج بوكالات، برامج عالمية على مؤسسات دولية يعني عالمية، طبعا بدراسة علمية أنه هاي البرامج تنمي قدرات الطفل بسرعة فائقة. يعني الدول العالمية لها باع طويل في هذا البرامج، لكن العراق تقريبا حديثا صار 7 سنوات في بغداد، وصار صلاح الدين 2 سنين، ماكو غير فرع في صلاح الدين وفرع في كربلاء وفرع في بغداد. هاي البرامج دراستها العلمية انه تدعم المهارات جابت نتائج، حققت نتائج خلال يعني فترة قياسية بالنسبة للأطفال. موضوع النتائج سيد زينب راح نعرج عليه طبعا. نعم. واحنا عندنا نتائج نعرفها، راح نعرج على هذا الموضوع، موضوع النتائج اللي لا سيما سفركم إلى الأردن والمجيء بإنجاز كبير. نعم. عن طريق هاي البرامج، برامج الذهنية. اليوم أسألي سيد زينب بموضوع اختيار هذا البرنامج، هو يدخل للمؤسسة الأهلية. هنا أصبح هذا دخول هذا البرنامج هو مو إجباري. لا مو إجباري. نعم. الشيء الآخر بالمؤسسة الأهلية نفسها، هذا البرنامج على كل الطلاب لو اختيار لطلبة موهوبين، شلون يتم اختيار الطلاب؟ هذا احنا نعمم على الطلاب، لكن من خلال العمل به نقدر نميز القدرات الذهنية عند الأطفال. هو يستخرج لك الطفل اللي مستوى اللغة، ماكو طفل ما يستوعبه، لكن نقول مستويات الذكاء متفاوتة، فنقدر من خلاله نكتشف ياهو الطفل اللي هو يكون عنده نسبة ذكاء أعلى. لكن وإن كان
النسبة ضعيفة جدا بالتحسين المستوى العلمي لدى الطفل، لكن يلاحظ على الطفل يعني تحسين بالمستوى العلمي كلش جيد. حتى الطفل نقول الوسط يصبح جيد، والجيد يصبح إلى جيد جدا، والجيد جدا يصبح ممتاز وفوق الممتاز، وبالدليل أنه إحنا حصلنا على مراكز سوبر تشامبيون يعني بالمسابقات الدولية. أستاذ زينب، باليوم البرامج الإثرائية، ذكرتي لي احنا كان بيناتنا حوار قبل ان ندخل البرنامج الاستوديو ان هاي البرامج الاثرائيه هي تدعم المنهج. طبعا اكيد. كيف تدعم المنهج؟ انا نفرض انه برنامج الحساب الذهني، قلت لك هو برنامج عمليات حسابيه جمع وطرح، وهو الطفل يتعلمها بالمنهج العادي، لكن احنا نقول بطريقه اخرى، يجمع يطرح بطريقه اخرى، بالاضافه الى انه هي باللغه الانجليزيه، يعني احنا نعلم الارقام باللغه الانجليزيه، فاحنا احنا دعمنا مهاره الرياضيات باللغه الانجليزيه. نجي على برنامج الثاني اللي هو السمارت جونيور اللي هو اللغه الانجليزيه، هذا برنامج ايضا يدعم المهارات الاربع اللغه الانجليزيه، هذا عن طريق الاكتيف بورد، السبوره التفاعليه، الطفل يتعلم انه شلون هو عن طريق المرح والبراكتس يقوم يشتغل عملي. فورست كولز هي المهارات، هي ندعم الليسننج اللي هي اول شيء هو لازم الاصغاء ولازم الطفل يسمع، فهذا البرنامج بسماعي ومن خلال فيديوهات يعرض له فيديوهات، ويعرض له من خلال عمل تطبيق عمل براكتس على الاكتيف بورد، يكتب بيده يطبق، فيتحس انه يدخل الى عقل الطفل وينطي نتائج سريعه جدا. برنامج لغوي نشتغله بالمفردات والكلمات، لكن الطفل يقوم يطبق، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له. احنا من عندنا صعوبه بشنو بالمدرسه؟ انه الطفل ما يتعلم اللغه لان صعوبتها، فاحنا من خلال الليسننج البرونانسيشن مالته التلفظ مالته راح يستعدل، يعني يكون عنده فد خاصيه مميزه انه من يسمع راح ينطق نفس النطق. لكن اذا هو ما سمع من مفرده خاطئه يبقى على الخطا. اذا هو طفل يكتسب، الطفل يكتسب اي شيء نقول يلتقطه سريعا، فشلون الالتقاط لازم يكون عنده بطرق المهارات الحديثه هسه، فالاكتيف بورد او الليسننج اللي عن طريق الهيدفون او اي شيء هسه الطفل يدعمه من خلال التليفون. عندي طفل حيحكي انجليزي بطلاقه عمره 5 سنوات، سالت عن سبب انه ليش هو يحكي انجليزي حتى بالبيت ما يحكي عربي. استاذ زينب، يعني فعلا من خلال ما تحدثتي رجعت بالذاكرة الحلقة الماضية أنا استضافيت أستاذ جلال وست دنيا، والاثنان هم مدرسي اختصاص إنجليزي. ناشدة وزارة التربية، وطبعا تركوا أسباب مجهولة أنه لماذا وزارة التربية تحدث مادة الصوت باللغة الإنجليزية، واعتبروها هي واحدة من أسباب تدني مستوى نسب النجاح. اليوم أنت دا تعززين هذا المطلب أو تستغربين أيضاً؟ أكيد. إنه ليش وزارة التربية حذفت مادة الصوت اللي هي أساسية؟ أساسية بالضبط، لأن هو الطفل أهم شيء مادة الصوت. هو مثلاً عندنا ساعدنا بالأصوات، إحنا الأصوات ترى مو كلها الصحيحة، الأصوات الصحيحة تنطق كما هي، لكن أصوات العلة ما تنطق كما هي. فشلون يتعلمها الطفل إذا مو عن طريق الصوت؟ شلون يعني؟ فلازم ندعم هاي المهارة، ولازم ترجع مادة، يعني ضروري جدا احنا نقول ضروري جدا يعني انه مادة الصوت تدخل ضمن المناهج المقررة من وزارة التربية، حتى نقدر نساعد الطفل باكتساب اللغة الإنجليزية اللي هي يعني ضرورية جدا مراحل الدراسية كلها. أستاذ زينب، اليوم أريد نتحدث بموضوع مهم. صار لا مناص من انه نتحدث عن المدارس الاهليه. نعم. لا سيما انت ضيفتي اليوم، انت ترأسين مؤسسه اهليه. نعم. تعتقدين، واريد تتحدثين بكل نكران ذات، نعم، انه المدارس الاهليه حققت الغايه اللي انوجدت من اجلها؟ يعني اليوم لحد الان لا. لحد الان لا. لحد الان لا. يعني انا نظريا، يعني أنا دا أشوف أو عملي وأني طبقته وأني واحدة من المؤسسات التعليمية الأهلية، لم أجد الكفاءة بالكوادر التعليمية اللي تساعدني على أحقق أنجز اللي أنا أطمح إليه. هاي فد نقطة يعني كلش أوقف يمها، يعني أنا أريد دورات يعني للكوادر التعليمية الأهلية حتى تساعدنا، وطلبت من المشرفين إنه يساعدونا بهذا الشيء. للي عندهم خبره نحتاج الى خبرات قديمه تساعدنا في حل هاي المساله. هي مو فقط بيئه، المدرسه الاهليه ليست بيئه فقط، لكن تحتاج الى تطوير مهارات تدريسيه حتى تساعد بتنميه القدرات الطفل، وما تطمح الى المدارس الاهليه اللي هسه مثلا اولي الامر جاي مدرسه اهليه اكيد يطمح الى انه يحقق اهداف اقوى
من الأهداف الحكومي. موسى زينب، هنا الموضوع، احنا انا وياك راح نختلف بمفترق طرق. نعم. حقيقه يعني اليوم المدارس الاهليه في تصور الكثير، نعم، انه المدرسه الاهليه هو رفع مستوى العلمي للطالب، نعم، على اعتبار انه اكو تصور سائد عند المجتمع او نعم عند التربويين انه المدرسه الاهليه هي جاذبه فقط للمعدلات العاليه، يعني على غرار، نعم، على غرار انه المتميزين وعلى غرار المتفوقين، نعم، مدارس المتفوقين. لكن من اجينا لهذا الموضوع، لا، ان وجدت المدارس الاهليه لمن يملك المال وقادر على انه يدخل ابنه مدرسه اهليه، اذا هي القضيه ماده. انت اليوم 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 احنا انصدمنا هذا العام بنسب نجاح، نعم، متدنيه. أكيد. طبعا هو هذا حالها حال المدارس الحكوميه. اكيد. لكن عندك مخاوف من انه تكون المدرسه الاهليه بيئه طارده مستقبلا؟ مستقبلا، نعم، اذا ما توفر، توفرت جميع الشروط اللي جميع موجوده، الشروط. جميع الشروط من هاي الشروط اللي تريديها تتوفر؟ مثل ما قلت لك، الكوادر، يعني تطوير الكوادر التعليميه اللي هي بيئه اساسيه. اول شيء هو الطفل احتكاكه الاكثر شيء بين مين؟ بين المعلم، بين المعلم. المعلم لازم يكون على علم انه هذا الطفل امانه، فلازم يبدي على يشتغل على نفسه ويطورها ويجد السلبيات والايجابيات حتى يقدر يساعده. اكو فروق فرديه، فشلون نعالج الفروق الفرديه؟ لنفرض انه هو جاي اهلي، اذا مستواه العلمي كلش ضعيف او نسبه الذكاء ضعيفه، شلون نعالجها؟ شلون نساعده؟ تطوير، اول شيء نبدي بنفسنا، تطوير المعلم نفسه وذاته حتى يقدر ينطي. البيئه، اذا هسه انا حطيتك مكان كله مثلا اوكي تدفئه وتبريد وبيئه نظيفه وبيئه صحيه والزي وكل الميزات اللي بالمدارس الاهليه اللي موجوده، لكن ما انطيتك المعلم الكفؤ، هل تعتقد تنجح العمليه التربويه؟ ما تنجح. نحتاج الى تطويرها. اللي نعمل له من خلال البرامج اللي ذكرتها، البرامج الاثرائيه، انا دا اساعد المعلم على تطوير الطفل من خلال هاي البرامج. انا اتجه باتجاه اخر اثرائي وهو منهجي حتى نوصل للمستوى اللي نطمح له. ممتاز. يعني انت اليوم هسه من خلالك توضحت فت قضيه، نعم، انه هو نعم انا مع رفع المستوى العلمي من خلال المدارس الاهليه. تحدثتي قبل قليل انه طلبتي نعم، دعم حكومي للمدارس الاهليه. نعم. ما احنا التصور اللي طالعين به انه المستثمر هو عليه كل شيء. أكيد. يخلق بيئه، نعم، بنايه، نعم، يخلق دعم لوجستي لهاي البنايه. اليوم انا شفت مدارس اهليه بها الشاشه السمارت وامور اخرى كثيره. أكيد. أكيد. كلها مسخره لهذا الطالب ولهذا التلميذ اللي يدخل المدرسه الاهليه. شنو الدعم اللي تريديه بعد من وزاره التربيه؟ او دعم حكومي؟ الدعم ما قصدت به الدعم للمؤسسه نفسها، نعم، وليس ولا للمستثمرين نفسهم. إذن دعم للطفل اللي هسه بدنا نستخرج من عنده قدرات ذهنيه عاليه حتى يقدر يمارس نشاطاته اللي هي مثلا المسابقات او غير مسابقات، يحتاج الى مردود مادي حتى يقدر مثلا يسافر دول اخرى. مثل ما يعني ذكرت لحضرتك انه البرامج عالميه، يعني احنا بما انه سيستمها عالمي معناته احنا نخوض مسابقات عالميه مع دول اخرى. احنا ليش جبنا بالتحديد هاي البرامج؟ اقدر اجيب اي برنامج موجود مطروح بالسوق هسه. انت تدري انه موجود ببغداد بالمتنبي اشكال البرامج، نعم، واقدر اجيبها. لكن انا يعني قررت انه اجيب مدار للمدرسه، هاي البرامج مدروسه عالميا، فاضطريت انه ادخلها حتى ادخل سيستم عالمي حتى اعرف انه ما شنو نقاط الضعف والقوه عند الطفل اقدر اساعده. فلهذا انه المسابقات اللي راح نخوضها تحتاج الى دعم مادي على والكال على ولي الامر، فنحتاج الى دعم له وليس دعم للمؤسسه نفسها. المؤسسه نفسها مكتفيه والمستثمر اكيد، لكن اللي يطمح انه يطمح له يطمح انه يخرج اجيال مبدعه ومتطوره من خلال هذه البرامج. سي زينب، تشوفين انه موضوع المستثمر تحديدا، ها، هو يرأس مؤسسة وان كان مستثمر، نعم، ما عندنا اشكال بهاي القضية، لكن اليوم اختيارهم ايضا يتم وفق ضوابط ودراسة اعدتها وزارة التربية؟ ما اعتقد، هي الناس بدون لكن يكون من ضمن الشروط يكون هو عنده شهادة مؤهل علميا، اي مؤهل علميا، لكن هذا الشيء مو كافي. مو كافي. مو كافي.
لكن يكون روح اللي داخله واللي بداخله ما يجي انه هدف مادي، مو مؤسسه استثماريه. مو احنا بالمقابل سي زينب راح نعرج، مجبرين انه نعرج على هاي القضيه لان ما موجود بالشارع اليوم. أكيد. اليوم قضيه المدارس الاهليه اعتبروها تجاره بالضبط وربح مادي بالضبط، يعني ومنتجين تحسبيها بحساب الرياضيات. نعم ايضا هناك نعم ربح مادي اكيد، لكن نقول انه هذا مستثمر ايضا اوجد بنايه اجرها، دعم يعني وفر اجهزه لغرض النهوض بمدرسته. اليوم اكو تفاوت ما بين مدرسه اهليه ومدرسه اهليه. اكيد. يعني انا زرت مدينه سامراء تحديدا، لقيت مدارس لابتوبات كل الطلاب تقريبا، الاجهزه اللي تفضلتي بها. اكو مدارس ايضا، هذا الموضوع الدعم اللوجستي من قبل المستثمر هو نفسه، وان كان هو مدعم لكن هو مجبر ان يوفر هاي الامور. في مدارس اخرى ما موجوده. بالضبط. اكو اشياء ملزم بها المستثمر انه يوفرها، واشياء ما ملزم انه يوفرها. اي اكيد، كل واحد عنده حريه، لانه المستثمر حريه له شخصيه انه يوفر اشياء او ما يوفر. اذا من خلال كلامنا اليوم انا هسه من اجابتك انه انت تريدين لقانون التعليم الاهلي ان يتم عليه تعديل وتطوير وضوابط. نعم. مو؟ نعم. لان ما ممكن انه مدرسه اهليه امكانيتها محدوده. بدءا من المستثمر الى البنايه الى الساحه الرياضيه الى كثير من الامور. نعم. وبالمقابل تجين على مدرسه اخرى لا تلقيها هي فول بتجهيز كل الأجهزة الأجهزة والبيئة كلها صحية، يعني نقول جيدة، بيئة جيدة جاذبة. نعم. بيئة جاذبة. ست زينب، كان اللقاء معك أيضا جميل، وما زلنا طبعا بداخل هذا اللقاء. نعم. حتى اليوم أنت مستثمر، اليوم المستثمر راح نقتصر من المستثمر كمستثمر، وبعدين هو يرأس مؤسسة أهلية. نعم. شنو اللي مخليته صوب عينك يعني من خلال مؤسستك حقيقة؟ الحقيقة والله هدفي النجاح وتطوير القدرات الذهنية لدى الأطفال فقط، هذا الهدف الرئيسي من المؤسسة. وأني أم قبل لا أكون يعني مؤسسة المدرسة ولا مستثمرة ولا أنظر إليها، لكن أحس أنه هذا أمانة في أعناقنا يجب علينا أن نطوره ونشوفه بمراكز عالية، وحتى ننمي المجتمع بصورة عامة، لأن هو جزء من المجتمع اللي إحنا سيد زينب. حضرتكم انتم تختارون الكادر؟ اكيد وفق معايير. تختارون وفق معايير مديريه العامه للتربيه؟ نعم. او باطارها الشمولي وزاره التربيه هي تساهم باختيار الكادر لو مترك فقط لل لا مترك فقط لل للمستثمر. تحسين انه هذا هو مجدي او لا. يدور بالنفع للمؤسسه نفسها؟ احنا عندنا راي اخر بغض النظر عن اجابتك هسه الحاليه اللي راح تجاوبيها. انا عندي لا، انا بالنسبه لي ما اقول لك لا، لان احنا نحتاج الى الخبرات، نحتاج الى الخبرات من خلال انه الخبرات اللي تجي بالمؤسسات الحكوميه تنتقل الى المؤسسات الاهليه، مثل الاشراف التربوي من هو يختار ويانا يساعدنا في اختيار الكوادر التعليميه الكفوءه، اكيد من يختارها وفق معايير هو ينظر لها هي صحيحه، واحنا ما تكون ما موجوده عندنا معايير، هو عنده معايير، فالمعايير المشتركه احتمال مثلا نقول 50% اللي احنا ما نعرفها احتمال بسبب ضعف الخبره وليس اكثر، هو يجدها، فلهذا لازم يساعدنا بهذا حتى نقدر نختار الكفاءات. انت معايا اذا موضوع اختيار الكوادر يترك الى المديريه او المؤسسه التربويه. نعم. اللي تابعه لها المؤسسه الاهليه من مشرفين الى اختصاصات اخرى، انه تكون هي صاحبه اختيار الكادر افضل لو بالاشتراك معه؟ بالاشتراك. شنو السبب؟ السبب انه هو يعني متقدمين من خلال الاشراف التربوي احتمال يكون يعني شلون وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظري. أنا وجهة نظري إنه هذا غير صالح بسبب إنه البيئة اللي هو راح يجد بها غير البيئة اللي حكومية. غير البيئة الحكومية، نحتاج إلى نظرة مثل ما نقول أخرى غير نظرة الإشراف التربوي. إحنا مثل ما نقول كمؤسسة أهلية. أنا أجد إنه يكون الاشتراك أفضل يعني. إذا أنت مع اشتراك وجهات النظر. اشتراك. حتى تطلعون بقرار صحيح. انه هذا يتم اختياره ان يدرس في المؤسسه الاهليه. اكيد. اكو لغط
وكلام على المؤسسة الأهلية. اليوم أنت لازم تتحملينه. لا عادي. أنه المستثمر يأتي بابنه وابن عمه وابن خالته وإلى آخره، يزوجهم في هاي المؤسسة الأهلية حتى تكون المنفعة أكبر. ما أعرف، احتمال. أنا بالنسبة لنا احنا بالمؤسسة مالتي ما أكو هذا الشيء، من خلال أنه أنت زرتها وشفت شفتها بس العدد. يعني مو كلهم أعرفهم، لكن أيوة احنا اليوم بقى. اليوم أنت مو ضد هاي المجاملات؟ يعني أنا المجاملات اختيار الأخ والابن العم والش اسمه، أنا ضدها. يعني على أقل تقدير هو ربما، عفوا طبعا احنا ما نقدر نتهم الكل، لكن على أقل تقدير هو ربما ما مؤهل. لأن اليوم أنت تتحدثين، اليوم أنا دينك من لسانك، أنت تريدين الكوادر التدريسية في المؤسسات الأهلية أن يدخلون دورات حالهم حال، وهذا مطلب شرعي. وبالمناسبة المدير العام أوعز بهذا القضية، يعني جانا كتاب صريح من الوزارة أنه تعامل المؤسسة الأهلية كالمدارس الحكومية بالنشاطات وفي كل شيء، حتى الجهاز الإشرافي. اليوم مش مشابهين تتربون اختصاص وش اسمه ده، يجون يزورون المدارس و نستفاد والله من خبراتهم جدا يعني بالتأكيد. لا أنتم انتهى، وإن كانت هي المؤسسة الأهلية، لكن أنتم خرطتوا في عملية تربوية تخص سياسة دولة وبلد كامل. نعم أكيد. لا سيما أنه أكو هناك رغبة وأكو هناك إقبال كبير من الناس على دخول المؤسسات، دخول أبنائهم للمؤسسات الأهلية. أهلية طبعا. ست زينب، تعيشين معوقات داخل مؤسستك؟ مشاكل؟ مشاكل خلينا نقدر نترجمها ونقول هي عامة. هي مشاكل عامة. أنا قلت لك فقط يعني المشاكل اللي أواجهها فقط في الخبرات، خبرات التعليمية، يعني كفاءة معلم أحتاج إلى تطويره فقط، هذا اللي أحتاج. يدخل دورة. بالضبط. وفد نظرية هي لي ولي الأمر، يعني تكون حتى يكون عنده إلمام إنه الضوابط اللي دا نشتغل عليها، إنه هذا مثلا خلينا نفرض فرضية إنه المشكلة اللي دا عانيها، هذا ابني ليش صحته بي، هذا ابني ليش مثلا ليش هسه خليته غياب، يعني هو مو ما يصير تطو غياب، هذا ابني لازم ينجح. أنا قلت لهم وهنا هنا نرجع لقضية شنو المدارس الأهلية بالضبط. بما أن الصبغة اللي عليها هي ربح مادي، أصبح أنه هناك جرأة من الأهالي يقول لك أنا ابني دافع مليون، هو هذا أريده ينجح بالضبط. وأريد المعلم ما يحكي، وأريد الطالب الفلاني ما يزعله، وإلى آخره. هاي عندنا نعاني من أدها أنه هم فاهمين المسألة بصورة خاطئة، أنه المؤسسة الأهلية ما وجدت أنه تراعي نفسيات الأطفال، وجدت لتعليمه تطويره فقط، ووجدت انه تنطي المؤهلات اللي ما موجوده بالمدارس الحكوميه. فلهذا انه هذا هاي النظريه كلش متعبه، يعني كلش متعبه وداعاني من اداء. ولهذا انه قسم من اولياء الامور سالوا علي وانا اضطريت قلت لهم انقلوا ابنائكم، انا ما لي نجحه هيك نجاح عادي ما اعتقد. لكن بالمقابل استاذ زينب، بالمقابل اكو ايضا طلبه مجتهدين بالضبط، اولياء امور متفهمين نعم يحبون نعم. ينمون من قابليات أبنائهم. بالعكس عندي وياهم صلت، يعني أنا لا أعرفهم لا يعرفوني، لكن كلش أخذ وياهم، ويعني علاقة كلش طيبة، وحتى أجد السلبيات اللي عندهم وأعالجها. وعندي نقاط، يعني عندي من نظرة واحدة أعرف الطفل شنو يعاني بالبيت، فأتصل بولي الأمر وعالج هاي المسألة، وبدون أي بدون ما أزعله، بدون ما أدخل بحياتهم ولا لي نظر، يعني نظرتي هي شيء حتى اقدر اساعده بالمدرسه يمشي. اذا انت عندك مبدا وخط تمشين عليه. نعم. جمهورنا الكريم، ما زلنا معكم وبرنامج نوافذ تربويه، ولغرض العوده الى الست زينب نبيل، فاصل ونعود ان شاء الله. Four, two.
اليوم انضم إلى الاستوديو الطالبة رغد فوزي، وهي في متوسطة الارتقاء، ثانوية الارتقاء الأهلية للبنات في سامراء. وطالبة رغد هي من ضمن أيضا من ضمن برنامج المهارات الذهنية. نعم. شاركت في أولمبياد أنطاليا. ما كان حلف الحظ في الأردن؟ لا، هي ما حلف الحظ، يعني كانت الفترة قصيرة وما تقدر تطور نفسها بهالسرعة. يعني كان برنامج احنا ما ماخذين تقريبا شهرين أو ثلاثة، فهي كان عندها دراسة يعني في هذا. أستاذ زينب، يعني نتطرق على موضوع الحساب الذهني. نعم. قلنا احنا شلون تختارون الطلاب؟ على اساس الموهبه اساسا، لو على اساس انه هذا برنامج ممكن اي طالب يدخل به. ممكن اي طالب يدخل به. اليوم اريد نشوف جمهورنا انه عمليه حساب ذهني، لا سيما تكون بينك انت المدرسه والطالبه ضمن هذا البرنامج الحساب الذهني. خلينا نشوف ويشوف جمهورنا انه شلون هذا الحساب الذهني. البرنامج حساب الذهني احنا قلنا على الآلة الأباكس، الأباكس هي تتركها، فراح أرد لها بعض الأرقام راح تجاوب خلال ثواني. طبعا هي أرقام على مستوى طرح وجمع معادلات، 10 أرقام راح أرد لها، هسه تعطي النتيجة إن شاء الله خلال ثواني ونشوفها. يلا، are you ready? Yes. 24 32 98 27 minus 41 minus 25 17 29 minus 23 202. 202 yes. إجابة صحيحة. نعم. ال16 أرقام صعبة جدا، يعني أنا أشوف بها صعوبة، لكن إحنا شو نقول؟ نقول هذا التدريب والممارسة، كثرة التدريب، التدريب المكثف هو اللي ساعدهم على هذا الشيء. التدريب المكثف ست زينب، اليوم ما يلهي هذا عن الدراسة الأساسية؟ هي مسوية جدول أنه وراء، هو برنامج شلون تعتبر تسلية لهم يعتبروه، لكن هو احنا ننميهم بنفس الوقت. تأخذ الدرس وراء أدى كيمياء قبل كم يوم، امتحان كيمياء، كملت الكيمياء أو ضاجت يعني ملل صار عندها، تركته مثل هذا الشيء تنسميه احنا هاي ورقة الاختبار، خلتها وقتت 3 دقائق، لازم تحل 20 معادلة ب3 دقائق، فحلت هاي 20، مو هاي طبعا 4 أرقام 5 أرقام تجمع، مو هيك رقمين، هسه رديت لها رقمين، فقط 3 دقائق حلتها ب3 دقائق، نفسيتها تغيرت، رجعت على مادة الكيمياء ورا شوية، رجعت تقرا كيمياء، يعني فشي عادي. هو يعتمد على حب الطالب للتطور، وهذا يجي من العامل النفسي اللي تنطيه الأهل. احنا استاذ زينب سابقا تعلمنا من احنا طلاب لحد ما صرنا معلم ومدرس ومشرف الى اخره، غرسوا بينا مفهوم انه ماده الفنيه والرياضه هي المتنفس. نعم. للطالب تفريغ انفعالات، صح، سواء كان بالساحه او تفريغ انفعالات على الورقه والالوان واللون. مضبط. هذا تفريغ هذه الانفعالات هيئه الى درس اللغه العربيه والرياضيات والعلوم. هذا خبراء، يعني القضيه انا مو من يمي اجيبها، لكن خبراء ومن شفناها على أرض الواقع هي 100%. اليوم أنت تضمين المهارات، اليوم أنا هسه بدي أفتهم من كلامك، تضمين المهارات الذهنية تضيفيها إلى درس الفنية والرياضة. أكيد. إنه هي تستخدمها يوميا، تستمتع بها. نعم. هو أيضا تفريغ انفعالات. تفريغ انفعالات بالضبط، لأن هو شنو يحس إنه هو الوقت إنه عنده يعني محصور برقم، وفيحس شلون المنافسة اللي داخله بداخل نفسه. هو نعم. لازم يكون دي يصارع اللي هو ما يقدر عليه، لازم يحققه، فهذا تجي من الغريزه. قلت لك استاذ قبل شويه انه الغريزه اللي تنزرع به عنده ثقه بنفسه، شخصيته، قوه شخصيته تساعده انه يجتاز كل المراحل، وهي من خلال العامل النفسي للدعم النفسي من خلال المعلم مالته والاهل. استاذ زينب شوقتينا حقيقه، انه انا شفتك عرفتي لها 10 أرقام. نعم. 10 أرقام طرح وضرب وشو اسمه؟ طرح وجمع. هسه حالي طرح وجمع، هي عندها اي رقم اني شوقتينا انه نشوفها في اختبار اخر، يعني اوكي خلينا نشوف، لان هي قضيه بعدين اجي اسالك سؤال اخر يخص نفس الموضوع. اوكي. 67 99 minus 99 75 17 76 75 60 minus 66 minus 19 117. صحيح.
هنا نسأل قضية، الحركات اللي تسويها بإيدها أنا مدى أفتهمها؟ إيه، آلة الأباكس هي عبارة عن خرزة. نعم. فكل خرزة تعد مرتبة، فهي يعني ماينا بلاس يعني يصعد الخرزة، والماينس ينزل الخرزة. فهاي الحركة مالتهم، هاي انه دا يصعد دا ينزل على الارقام اللي انا دا اردها عليه. يعني وهي ذهنيا هي متصوره انه هاي الاله امامها، هاي الاله قدامها يعني هسه هي، حتى وان هي طبعا هي بالاختبارات ما تكون قدامها. طبعا بالمناسبه استاذ، هذا ترى البرنامج اكتشفه السومريين بالعراق لكن قبل الاف السنين، وما حد عمل به، هو العداد الصيني. شلون واضحين؟ هو اصلا منبعه من الشركه، احنا هسه المؤسسه الام اللي هي باما اللي هي مقرها بكندا حاليا، المؤسسة تقول انه هذا اصل العداد من السومريين من العراق كتاريخ، لكن انهمل هذا البرنامج فاخذوا اليابانيين والصيني، اخذوا الصينيين بعدين حدثوا عليه اليابانيين، فصار برنامج صيني او ياباني، لكن هو بالحقيقة هو برنامج يرجع تاريخه الى العراق الى بلدنا. فلهذا هسه حتى بالمسابقات اللي تجري الدولية العراقي حقق مراكز كلش متقدمه قياسا بالدول الباقيه. وهذا هو طبعا جوابك اليوم، راح يقودنا الى اولمبياد اللغه الانجليزيه اللي اشتركتوا بها بالاردن. نعم. وجئتم بمركز طبعا كبير جدا. نعم. ثاني على الوطن العربي. نعم. اليوم نريد تحدثينا بشكل مختصر حتى، لان عندنا بعد اسئله مهمه. نعم. اولمبياد اللغه الانجليزيه. نعم. شلون اشتركتوا بها؟ اولمبياد اللغه الانجليزيه كانت مشاركه كلش حلوه، وفد تجربة جديدة خضناها من خلال تعرف على البلدان العربية كلها اللي شاركت ويانا، من خلال الفرق اللي كانت مشاركة، يعني ما يقارب عددها فوق 100 فريق يعني ما عدا الأردن. فكان الترحيب بالدول العربية وخاصة للعراق كان جانب داعم معنوي كبير جدا. يمكن لأول مرة، لكون لأول مرة تشتركون؟ لأول مرة يشارك العراق، وطبعا هم يعني يحسون بالمأساة اللي يعانيها العراقيين. اغلب الدول العربية كانت يعني كلش متفائلة بينا وعطتنا دعم معنوي كبير جدا، وخصوصا الاردنيين، وخصوصا الاردنيين يعني كان لهم دور كلش كبير ويانا. نجي على هي المحاور، عدة محاور يقوم بها الطالب من خلال اكتسابه للمهارات اللغة الانجليزية اللي اكتسبها من خلال طفولته، لكن احنا استخرجناها من خلال هاي المسابقة. يعني تحديدا سيد زينب، شنو الاختبارات اللي انتم تنافستوا مع الدول الاخرى بالاردن عليها بالتفصيل؟ يعني اول شيء عندنا احنا هي بخمس محاور، المحور الاول هو امتحان التوبل اللي ينص على انه الجراماتيكال قواعد اللغه الانجليزيه وميننج معاني، من خلال اختبار تقريبا ساعه، دخلوا الطلاب جميع الفرق خلال ساعه كامله، اخذوا حصلوا على مراكز متقدمه. طبعا اغلب الدول العربيه كانت لها، لهذا احنا كل الدول العربيه ما نجحت بالتوظيف، كلهم ناجحين فحاروا لمن يطلعون يعني كل الطلاب كانوا متميزين بالتوظيف. نجي على المحور الثاني اللي هو محور الفريق، التيم وورك يسموه، شلون كانوا يعملون كفرق. يعني الفريق مكون من 7 طلاب او 6 طلاب او 5 حسب الفريق اللي موجود. الفريق هذا الروح اللي عنده انه يتكلم باللغه الانجليزيه بيناتهم، واحد يساعد الثاني، انه اذا وقف واحد عند نقطه الثاني ساعده. وهذا كان من ضمن ضوابط المسابقه مسموح به. هو اصل المسابقه هذا، هدف المسابقه هو توحيد الطلاب على اللغه الانجليزيه والشراكه في الجواب، العمل الفرقي اللي هو يساعد تنميه القدرات، وبنفس الوقت بناء جيل جيد ومتعاون متفائل. حسيتوا انه اكو صعوبه بالمسابقه لو كانت بالنسبه للعراقيين؟ لا ما حسينا اي صعوبه، على الرغم انه هي المسابقه المشاركه الاولى يعني لنا، لكن لا ما حسينا بصعوبه، لان ما كنا يعني العراقي يعني هو اصلا متحمس دائما. نعم. رغم كل الصعوبات هو يواجهها، احنا معروف عنا انه العراقيين متحدين، ولهذا احنا التحدي اخذناه بدون خوف بدون اي، حتى الطفل اللي طبعا من ضمن الشروط اللي احنا اختاريناها بالطلاب اللي راح يشاركون يكون عندهم شخصيتهم قويه وليس لغتهم قويه. استاذ زينب، انتم مثلتوا محافظه صلاح الدين لو مثلتوا العراق بالمسابقه؟ احنا مثلنا طبعا اول شيء العراق وبعدين طبعاً المحافظه، يعني نقول احنا بس احنا يعني كفريق صلاح الدين احنا مثلنا المحافظه، لكن احنا ان شاء الله نمثل الدول العراق بسرعه عامه ان شاء الله. كان المركز الثاني انجاز كبير. نعم. منو حصل على المركز الاول؟ المركز الأول كان للأردن
والكويت اللي هم مشاركين تقريبا على مدى 3 سنوات او 4 سنوات. يعني الاردن والكويت اخذوا المركز الاول مناصفة. هاي التجربه ايش اضافت لكم يعني؟ طبعا من خلال هاي التجربه وجدت نقاط ضعف عند الطفل اللي اقدر اكسر حاجز الخوف باللغه الانجليزيه واقدر اساعده باستخراجها. الحاجز اريد اكسره اللي عنده داخله من خلال هاي الاعمال اللي قمنا بها، من خلال التجربه اللي هي فزنا بها، هي احنا كانت اللي هي الخدمه المجتمعيه، قمنا بنصب منظومه على مدرسه ما توجد بها كهرباء، يعني نقول كهرباء وطنيه ما موجوده، فنصبنا لهم منظومه طاقه شمسيه. الطالب اللي نصب منظومه عرف اليه المنظومه عن طريق كتابه بحث علمي باللغة الإنجليزية، كتب البحث العلمي بمساعدة طبعا الأساتذة اللي هم يعني أتمنى لهم الموفقية دائما، ساعدونا الأساتذة كلهم اللي كانوا موجودين ويانا، وبالإضافة إلى أنه هو من يعني دخلنا عليه علميا ولغويا باللغة الإنجليزية، وبنفس الوقت عملنا على بناء شخصية، فالمحاور كانت كلش هادفة إلى تحسين المستوى العلمي واللغوي و تنمية أذهان الأطفال حتى تواكب المسيرة التعليمية ضمن شروط يعني نقول غير مقيدة، لأن هو اجتاز الخوف اللي بداخله. كان أكو تسليط إعلامي حول هاي المشاركة، لأن تعرفين اليوم أنتم على مستوى الوطن العربي جئتم بمركز ثاني. نعم. ريت صراحة أكو مسؤول شكركم على هاي الشسمه والله الحمد هذا الانجاز يعني نقول احنا بالنسبه ان التسليط الاعلامي كان يعني الى جزء كبير، ولكن اغلبته كان في بغداد، يعني اغلب الاصوات يعني نقول الاتجاهات اللي كانت لنا بغداد، حسب علمي انه انت تعرف انه المركز الرئيسي هو بغداد. نعم. اللي يتبنى هذا الموضوع، فكانت الاضواء اللي علينا كانت من بغداد، هنا كانت فتشي جزئي يعني فتشي بسيط جدا، يعني قياسا لدعم الطائر لا كانت بسيطه جدا يعني غائبه كانت. اليوم يعني موضوع وزاره التربيه ما التقت بكم، ما شكرتكم على هذا الانجاز؟ لا التقى يمكن احد يعني نقول المدراء بالفريق اهل بغداد، لكن احنا كصلاح الدين لا ما حد التقى. في صلاح الدين كان عندكم لقاء مع السيد مدير عام؟ نعم مع مدير عام اي كان يعني انا حضرت اعتقد حضرت اللقاء. انت كجانب تربوي قصدي من الوزاره من بغداد لا، بس احنا نحكي على كمحافظتنا لا، كان دور كبير للاستاذ امجد مدير العام التربيه صلاح الدين. التقى معاكم التقى مع الطلاب اعتقد. كان دعما معنوي الي خاصه بتواصله معنا، يعني يعني من خلال ذهابنا وايابنا كان كلش خلال الفتره الرحله مالتنا كان كلش له دور كبير، انه كان يسال وين وصلت الاتصالات. اتصالات بالضبط كانت بيني وبينه، يعني كانت اتصالات انه شلون وصلتوا وين شلون الاجراءات اللي اخذتوها، كيف حال الطلاب، التقدم اللي وصلتوا له، يعني حتى حصولنا على المركز الثاني كان هو يشوفه يعني على انجاز الهواء كبير. على الهواء مباشرة. النتيجه كان البث مباشر احنا يعني مباشر. احنا انت ذكرتيني بالبث المباشر. نعم. حتى احنا ما نروح بعيد لازم نشكر زميلنا اكيد تحياتنا له الاستاذ احمد حسين. نعم. رافقكم. نعم. فكان يسوي بث مباشر بالش اسمه، وفعلا مثل ما تفضلتي انه العراقي دائما وين ما يروح الا تواجه تحديات وصعاب. اكيد اكيد. فكان احمد انا كنت اتابعه انه بث مباشر لحظه بلحظه. نعم. وتعرفين الانترنت بالعراق شويه ضعيف، لكن كنا مشدودين معاكم حقيقه، ننتظر فرحه ننتظر، وكان عندنا هاجس انه انتم تحصلون المركز. نعم. حقيقه يعني. نعم. وبالفعل الحمد لله توفقتوا انه تحصلون على المركز الثاني تاكيد. شوف المدير العام او هرم الاسره التربويه عندما. نعم. يكون متابع حقيقه في كل معظم مهرجاناتنا اللي نطلع لها ونحقق نتائج. سبحان الله المدير العام يتصل بينا انتم وين بيا فندق قعدتكم شلونها بالضبط، يعني في قضية بدأت افتح سبيكر مع الكادر. نعم. يعني احنا ما نريد المجد بالمدير العام، لا مو هذا قصدي، كان استاذ مزهر. نعم. المدير العام السابق بالضبط. وكانوا بالضبط. كل المدراء العامين يبحثون. نعم. عن تعرف هذا اليوم مو في الطالع خارج المحافظة، وصلتوا بسلامة؟ وين قعدتوا؟ يعني كان كان حتى يسألني المدير العام على منو الفريق اللي كان أقوى بالمسرح؟ نعم. منو أنتم وين المنافسة؟ وين انحصرت؟ وموقعكم الآن شنو؟ هذا كله انا فاتح سبيكر ويا الكادر، فتعرفين هاي مسؤوليه كبيره طبعاً اليوم أكيد. والحمد لله انه الله سبحانه وتعالى بالضبط هو مقام بي يعني المدير العام بالضبط، انه هو سالني وين
كيف قعدتكم؟ شنو الامور الصعوبات اللي واجهتوها؟ هل مرتاحين؟ هل اكو في الضغوطات او في شيء يعني قصدي على الطلبه لان تدري توتر. نعم. فكان كلش واني دائما يعني من خلال استاذ محمد جوير كان نعم محمد جوير دكتور محمد تحياتنا له كان متواصل وياي نعم. عن طريقهم ست نجاح يعني مشرفة اللغة الإنجليزية حتى لا ننسى أيضا مدرسين طبعا أريد تذكريهم لأن هذول الناس أيضا أنا كان لهم فضل كبير هو بتسلسل راح يجي وعندي الأستاذ مروان اللي هو أشرف على البحث وأستاذ أحمد حسين مثل ما ذكرنا وطبعا أشكر أستاذ مهدي اللي رافقنا اللي كان مدير مهدي التركي نعم مهدي تركي. تحياتنا له أستاذ مهدي كان له دور كلش كبير طبعا كلهم اللي جو ويانا كانوا داعمين لنا منهم الأستاذ زياد طارق حنون هم كان نعم. يعني كانت وقفتهم كلش مشرفة بالنسبة لهكذا مشاركة أولى ولا ما يعرفون شنو أجواءها ولا كانت كلش حلوة وأشكر كل من ما ذكرته يعني كلهم إن شاء الله كانوا خلف الكواليس اللي هم الأساتذة اللي هم قاموا بالأعمال الأخرى شكرنا للجميع طبعا نعم. لا سيما السيد مدير عام التربيه صلاح الدين نعم. والجميع ست قلنا انه اشتراككم بهاي الاولمبيات انطاكم خبره نعم لا سيما انه الدول الاخرى اللي اشتركت وياكم هي مشتركه لثالث مره ورابع مره بنفس الفريق اذا كان قسم بنفس الفريق وقسم يعني نقول ضعيفين اضافات طلاب يعني جدد لكن قله نعم اذا انت مع انه ان شاء الله العام الحالي ان شاء الله تشاركون ان شاء الله انت مع انتم تشتركين بنفس الكادر حتى تحققين انجاز لو تشاركين بكادر اخر تضيفين دماء جديده لربما انه تجينا موهبه اخرى اقوى شنو خططك؟ لا انا ان شاء الله هذه السنه ناوي انه يعني استخرج قدرات اضافيه ممتاز. يعني طلاب اضافيين يشاركون بالمسابقه بالاضافه الى انه فريق راح يكون من سامر وفريق من صلاح الدين ان شاء الله ممتاز احنا يعني حصل من تكريت احنا حتى لا تصير القعده ممله على الطالبه رغد خلينا نرجع على الطالبه رغد نعم رغد اليوم المؤسسه الاهليه انت تشوفيها انت طالبه بمدرسه الارتقاء ثانويه الارتقاء للبنات نعم. تشوفيها انت كنت بمدرسه حكوميه ايه. من الاحسن الاهليه ولا الحكوميه؟ لا طبعا المدرسه الاهليه احسن بهوايه كذا تدريس نظافه يعني معاملة حلوة كل يعني بكل الصفات الحلوة بها المدرسة الأهلية أحسن من الحكومية يعني نعم احنا ولو ما راح يزعلون علينا الحكوميين لأن احنا لا احنا من لأن المدرسة الحكومية حقيقة هي أساس من خلال الزخم اللي عليهم نعم. الضغوطات اللي عليهم حقهم يعني تشوفين إلى حد بعيد أنه نعم. المدارس الأهلية امتصت الزخم ايه؟ أنا أشوف لحد الآن زخم لحد الآن كبير أنا قبل فترة زارني أحد يعني أولياء الأمور فديت اطلع انه بالصف 70 طالب صف اول ابتدائي 70 طالب كارثة المعلومه شو وقت راح توصل؟ اذا نطيل الطالب دقيقه ما ياخذها للدقيقه نص ثانيه ما بها نص ثانيه همات ما بها نص ثانيه اذا المدرسه اما ان تكون بيئه جاذبه واما ان تكون بيئه طارده نعم بالضبط للاسف ضعف التخصيصات مناشدات كثيره الى وزاره التربيه نعم فتح مدارس، بناء مدارس، فك ازدواج، وكل هذا حقيقة وهناك اكتظاف كبير بأعداد الطلبة، الرحلات الدراسية. اليوم خاصة في صلاح الدين حقيقة. نعم. تحدثنا يعني احنا مو من حقنا يجوز انه نتحدث عن مديرية عامة التربية في الديوانية أو في السماء أو في كذا، لكن على أقل تقدير مؤسستنا التربوية. اليوم كان اكو اجتماع لمدراء الأقسام حضرته. المدير العام أرحب بكل متبرع. وكل مؤسسة اكو مؤسسات اليوم مقدمة طلب انه تريد تصلح الرحلات مجانا رحب بهذا الشيء نعم. يعني هاي تدخل في مسألة في مشروع مر علينا مشروع مدرستي بيتي نعم مو هذا مر هذا المشروع انه اي واحد يريد يساهم يضيف فد مسحة جمالية يبدي يصلح يبدي يعين المدرسة ويعين الإدارة ويعين الكادر احنا مرحبين بهاي القضية لكن ضد مسألة جمع المبالغ المالية ممكن يكون تبرع عن ولي امر او مؤسسه اخرى او صح. منظمه والى اخره لكن احنا ضد مساله جمع المبالغ من الطلبه نعم هاي حاله جمع المبالغ من الطلبه يعني هي ما بين موجوده وما بين موجوده بالمؤسسه اللي هي موجوده؟ لا ما اعتقد موجوده في حالات نادره مثل ايش؟
يعني إذا يضطر إنه ينفذ شيء إضافة يضيف يريد يعني يكون يضيف إضافة اختيارية ويأخذ رأي مجلس الآباء. مجلس الآباء إن أعجبهم يضيفون فهو عليه مردود مالي هالقد، إذا ما أعجبه فهو ما ملزم. إذن المدرسة الأهلية طورت إلى حد بعيد من خلال تفعيلها لمجالس الآباء. نعم. يعني يريد يضيف مشروع يأخذ رأي الآباء. يعني ولذلك استضافيت زملائي استاذ محمد الجوير مدير الارشاد اختصاص تحياتنا الاستاذ محمد الدراجي، عرجوا على مساله تفعيل حتى احنا نرتقي بالواقع تفعيل دور مجالس الاباء. يعني هاي قضيه مهمه جدا، اليوم التعليم الاهلي اخذ باع طويل بها. نعم. يعني انتقاد رأينا سوينا اجتماع مجلس الاباء بشقد طبعا احنا بشقد يعني الوقت ياخذ من عندك ما ياخذ من عندي يعني اذا وتشوفين اذا تريدين تعقدين اجتماع طارئ ثاني يوم هو راسا اتصال وطلعتوا بنتائج على جروبات جوي مرات حتى ناقشهم على جروبات بدون نقاش، عندي جروب ويا اولياء الامور كلهم كذا 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 تقدرون تتواصلون وياي، اللي عاجبه يدخل لي على الخاص اذا عنده فد مشكله بالموضوع خليه يراسلني تلقائيا يعني حتى لو ما يجي اقدر اراسله اني اعرف وجهه نظره، ينطيني وجهه نظره اذا صحيحه او خاطئه او بها فد يجوز احتمال اني الخاطئ النظريه مالتي فاقدر استفاد من عندهم، بس من عندهم لا عندي فائده كلش كبيره من اولياء الامور. استاذ زينب انت مع توسيع نعم المدارس الاهليه؟ مو لكونك مستثمر؟ لا مو لا لا توسيع المدارس الحكوميه واعطاء مجال للمدارس الاهليه انه تساعد المدارس الحكوميه، لكن المدارس اللي تكون عليها اعتماد كلي يعني يكون الهدف الرئيسي من توسعتها هو تحسين المستوى العلمي وليس فكرة مردود مادي يعني وليس تجارة. إذن أستاذ زينب احنا معاك اليوم قبل أن نختم حلقة هذا اليوم اللي هي كانت جميلة حقيقة، نرجع إلى رغد فوزي. اليوم أنت عرفتي لها مرحلتين قضايا حسابية. نعم. انطينا حتى رغد أيضا تشاركنا بالحلقة، انطينا قضايا حسابية مغايرة للي مغايرة عندها جمع وطرح بالبوينتات، عندها ضرب فنقدر نعطيها ضرب واي رقم انت تحب تضرب بالعربي انطها اياها هي تعطيك اياه. يعني اي رقم؟ اي رقم، رقمين برقم رقم كيفك، اي قولها مثلا 78 في 6 مثلا رغد سوي ال 78 في 6 يعني خلي نقول لك لا انا ما انطيك ارقام قويه، خلي انطيك 35 في 9 295. يعني انتم ملزمين انه تعلموهم اولا نطق باللغه الانجليزيه وهذا دعم لماده اللغه الانجليزيه. بالضبط. يعني القضيه الحسابيه انه لازم تحرك ايدها. اي هي معتمده على الاله الابكس، فهي اله حاسبه بس مجرد انه قسم من عندهم قالوا لي. راجعينا على العشر ارقام قبل أن نختم. شوقتني هاي الحقيقه. يلا 279 18 79 69 93 64 64 94 218. إذن هو هذا الموضوع يعني كان حقيقة يتطلب أن نجيب حاسبة معانا يعني حتى نشوف، لا بس طبعا الثقة هي مبينة واضحة مدرستك هي معاك والنتيجة موجودة على ورقة إن شاء الله. مو بس رغد أكو يعني أطفال أكو بمستواها وأكفأ عندي طالبة عمرها 8 سنوات مثل رغد تجاوب وأكثر. ممتاز ما شاء الله يعني ممتاز يعني. ممتاز فعندنا طلاب وهسه المسابقة إن شاء الله الجاية إن شاء الله راح نظهر قدرات، ومن تكريت عندنا مشاركة لمدرسة ابن الهيثم. نعم. 10 طلاب إن شاء الله يشاركون المسابقة الوطنية اللي راح تجي ببغداد 15/11 ومن عندها اكو تأهل إلى مسابقة دولية؟ هي رغد راح إن شاء الله السنة تشارك بتايلاند يوم 30/12 ان شاء الله تايلاند مع 24 دولة، فنتمنى نتمنى لك الموفقية ان شاء الله. رغد هناك الحركات ايضا نفسها اي بس يعني الليفل اللي هي واصلت له كلش يعني اصعب من هذا، تجمع 10 ارقام 15 رقم بالبوينتات، كل بوينت يعني كل عملية حسابية تقريبا مكونة من 5 ارقام وعلى 10 عمليات، فجمع وطرح. اذا الموفقية ست رغد لك ان شاء الله الموفقية والنجاح، وترفعين اسم المحافظة واسم العراق، انت راح تمثلي في تايلاند ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ زينب شكرا جزيلا على هذا اللقاء الشيق والطيب. اشكرك جدا. جمهورنا الكريم انتهت حلقة نوافذ تربوية
وعلى أمل اللقاء معكم في برنامج وحلقات أخرى إن شاء الله.